ديال المسمن. مسمن اييه. ديال المقلة الثقيلة كناخدو كنديرو زلافة ديال الفرس وزلافة ديال الفينو، معلقة ديال الزبدة كتكون رطبة، واللي كيبغي فاني راه كيديرو، اللي ما كيبغيش راه ما يديروش. وكنديرو الملح ومعلقة صغيرة ديال السنيدة وخميرة ديال الحلوة. اييه. زلافة ديال الفرس وزلافة ديال الفينو، معلقة صغيرة ديال الزبدة رطبة. وفاني حسب الذوق اللي بغاه. كنديرو الملح قياس ديال الماء على حسب الذوق، معلقة صغيرة ديال السنيدة وخميرة ديال الحلوة. كنعجنوه لالا سناء بالماء بارد. اييه. كنعجنوه مزيان، كنجمعوه، كناخد واحد البلاستيك غذائي وكنلويه فيه وكنخليوه كيرتاح واحد 10 دقايق ولا. كناخد زلافة كنديرو فيها الزيت، كنديرو فيها 125 غرام ديال الزبدة كتكون رطبة، كنخلطوها مزيان وكنحطوها. كناخدو جوج معالق ديال البودرة ديال اللوز، كنخلطوهم مع معلقة ديال السكر كلاصي وفاني. جوج معالق ديال البودرة ديال اللوز، اللي عندها اللوز في الدار كطحنو كتغربلو كتاخد منه معلقة ديال السكر كلاصي وفاني، وكنخلطوهم وكنخليهم في واحد الزبيفة حدانا. اييه. دابا زلافة فيها اللوز وزلافة فيها الزيت مع 125 غرام ديال الزبدة رطبة. اييه. زلافة فيها اللوز مع السكر كلاصي وفاني. اييه. وكنكورو ديك العجينه وكنورقوها مزيان بالزيت حتى كتبان لينا الرخامه. كناخذ شويه من هاد البود ندهنوها بالزبده اللي خلطنا مع الزيت، كناخذ شويه من البودره ديال اللوز اللي خلطنا مع السكر كلاصي وفاني، كندردروها بحال دردرنا السميده. اييه. كندردروها كنجمعوه مربع عادي حتى كنساليو. كنديروا المقله الثقيله كتسخن، ولكن العافيه تكون مهيله باش المسمن كيتحمر ماشي نجهدو عليه العافيه ونشوطوه. كنرشو شويه الزيت، كنرميو المسمنه في حنا غير كنرميوها كنقلبوها في ديك الساعات. كتنفخ لينا كتجي مفركه من الداخل، كتجي طيبه والعافيه بالمهل. طيبه ما شهيتش فيها لالا سناء. يعطيك الصحه بارك الله فيك. كيجي مسمن زوين. ايه. كيجي واحد المذاق زوين. هذا مناسب حتى هو ان شاء الله للفطور ديال العيد، يعني كيجيو ممتازين هاد الاقتراحات ان شاء الله. الحمد لله. نتمنى المستمعات يجربوه. اييه.